طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام يا سهام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سهام، اهلا بحضراتكم جميعا. احنا مش هنطل عليكم، يعني الميل ميرج مش بياخد وقت طويل، هي تابة بس صغيرة من برنامج الوورد. تمام. الميل ميرج هو دمج المراسلات. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي حضراتكم الحته اللي انتم محتاجينها، اللي هي ان انا محتاج اعمل شهادات. لو انا مثلا مدير مدرسه وعندي طلبه في المدرسه عدد كبير، محتاج اعمل شهادات للطلبه بتوعي، او زي عندنا احنا هنا مثلا في الفريق بنعمل تدريبات اونلاين وبنطلع شهادات للحضور. فقصه اني انا امسك كل واحد من الحضور و اعمل له شهادة بشكل منفرد، قصة مرهقة ومتعبة تماما. الميل ميرج بقى هو اللي سهل لي الموضوع ده، ان انا بقدر اعمل كم من الشهادات في وقت قليل وباقل مجهود. أستاذ محمد طيب، الصوت واضح؟ المايك كده واضح جدا. تمام. طيب، موضوع الميل ميرج انا محتاجة فيه لحاجتين. اول حاجه لازم يكون عندي لستة او قاعده بيانات بالبيانات اللي انا هدخلها على الشهاده بتاعتي. تاني حاجه يبقى عندي الشهاده بتاعتي انا مجهزاها. الشهاده بتاعتي انا بجهزها على ملف وورد عادي، وورد دوكمنت، بفتح ملف وورد وبجهز الشهاده بتاعتي كيفما اشاء بالطريقه اللي انا عايزاها، بكتب فيها الداتا اللي انا عايزاها. هديكم مثال. مثلا ده اختار، انا ورقه عاديه كتبتها، كتبت الاسم والعنوان وتتقدم وزارة التربية بدعوة السيد كذا، لحضور تدريب كذا، قاعة رقم. دي كلها مدخلات أنا محتاجة أدخلها في وقت واحد لعدد كبير من الناس اللي أنا هبعت لهم الاختار ده، أو هديهم الشهادة زي الشهادات بتاعتنا بتاعت. وده برضه تمام. جزء من يبقى دي شغلنا على فكرة يا أستاذة، الاختيارات والاختيارات بالظبط الطرف، يعني ده مهم جدا. بالظبط، ما انا علشان كده عملت لكم الاختيار والشهاده برضو نموذج تاني، ان لو حضراتكم بتعملوا تدريبات وبتحتاجوا ان انتوا تطلعوا شهادات للناس فبرضو محتاجينها. ايا ما كان الغرض من المراسلات بتاعتي، سواء اختار او شهاده او اي حاجه، انا عايزه ابعتها لاكبر عدد مع تغيير المدخلات. انا هغير الاسم والعنوان والبيانات اللي هو جوه الشهاده، فبدل ما اعملها بشكل يدوي شكل مرهق او ياخد معايا وقت، لا، بنعملها من خلال دمج المراسلات. انا بجهز الشهاده بتاعتي، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يكون عندي ملف اكسل، قاعدة بيانات أو لستة بالأشخاص اللي أنا هبعت لهم الاختار أو هعمل لهم الشهادات دي بأسمائهم. ملف الإكسل ده هيبقى ممكن يكون قاعدة بيانات عندي. بكرة إن شاء الله هتاخدوا الفورم مع مستر رشا، في الفورم بيعمل لي قاعدة بيانات أوتوماتيك، بينزل لي كل الناس اللي سجلت وبيديني قاعدة بيانات أقدر أستخدمها، كما بينزلها لي في نفس الإكسل، ملف الإكسل يعني، فبقدر أستخدمها في دمج المرسلات. ممكن كمان ملف الاكسل انا اجهزه بنفسي، لو انا كتبت البيانات بتاعت الطلبه بتوعي او دخلتها، انا خدت استعنت بملف الاكسل ده من الاستاذ طارق والشهاده برضو عشان ناخد مثال عليهم. ده مثلا كان الاختبار بتاعنا في المبادره بتاعتنا اللي فاتت، ودول الحضور اللي حضروا. ملف الاكسل قلنا مش لازم يكون قاعده بيانات، انا ممكن اجهزه بنفسي وادخل البيانات بتاعتي عادي. كده يبقى انا عندي الحاجتين اللي مطلوبين عشان اعمل عمليه الدمج، لان يعني عمليه الدمج انا بدمج ملف اكسل جوه ملف وورد. تمام. يعني انا كده ممكن انا بعد عندي، اذن حضرتك، يعني انا عندي الاسم اتفضل. والعنوان والقاعه والمتدرب، ممكن اعمل ملف اكسل بسيط فيه الاسم والعنوان والقاعه، رقم بالظبط القاعه والمدرب، بس انا مش محتاجه غير اهو، كده 4 عمدان مثلا. بالظبط ماشي، شكرا. بالظبط. على فكره هو مش ملف اكسل بس، انا ممكن اعمل جدول وانا عاملاه في ملف وورد. طالما انا عندي جدول اهو، شايفين ده؟ ده جدول الاسم والعنوان، ده جدول عادي جدا وانا عاملاه ملف وورد مش اكسل كمان. كويس. تمام. الاسم والعنوان ورقم القاعه واسم المدرب واليوم والتاريخ، دي البيانات الداتا اللي عندي اللي موجوده عندي في ملف الوورد او الاكسل بتاعي. تمام كده، المعطيات بتاعتي او المطلوبات بتاعتي معايا، الشهاده اللي انا مجهزاها وكاتباها، والملف او الليسته بالاسماء اللي انا هدرجها جوه الشهاده او الاختار بتاعي. تمام. هفتح الشهادة وبعد كده هروح للتابة اسمها ميلينج، اللي هي المراسلات في ملف الوورد بتاعي، هروح للميلينج. تمام. طيب، من ميلينج عندي هنا سيلكت ريسيبينتس اللي هم المستلمين، اللي هو الليستة اللي انا هاخدها وادرجها جوه ايه، هعملها امبورت او هجيبها جوه ملف الوورد بتاعي.
هختار هنا use an existing list. معناها ايه دي بقى؟ اني انا هستعين بليستة already موجودة، انا عاملاها موجود في وموجودة الجهاز. عندي على جهازي، تمام؟ لو type new list دي لو انا لسه هبدأ ادخل بيانات من عندي ولسه هعملها من اول وجديد، لكن انا المفروض already ايه مجهزاها. فانا هختار ايه؟ تكون مجهزاها use اصلا. an existing، اه بالظبط مجهزاها، اللي هو ملف الاكسل او الورد بتاعي use an existing list. هدور عليها وانا عارفه نفسي حطاها فين، مثلا على قاعده بيانات متدربين اللي هو ملف الورد اللي انا وريته لكم. هعمل اوبن كده، هو جاب لي الليسته وحطها لي فين؟ وحطها لي هنا في الملف الورد عشان يعمل لي الدم. طب انا عايزه اتاكد ان هو جابها، هضغط هنا على edit recipient list، شايفين اهي جابها لي باسماء اللي انا منزلاها في الجدول بتاعي او الليسته بتاعتي. لو الليسته دي ما ظهرتش عندي يبقى في حاجه غلط في ملف الوورد او الاكسل بتاعي اللي انا استعنت بيه. تمام كده خلاص انا اتاكدت ان هو جاب لي ملف الوورد او الاكسل بتاعي. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى insert merge field، اللي انا بختار الحقل اللي انا هدخله عندي في الاختاره او الشهاده. هقف عند المكان اللي انا هحط فيه الداتا او البيان، اقف قدامه كده بالمؤشر واضغط insert merge field. هيجيب لي ايه يا جماعه؟ هيجيب لي قائمه بكل الاعمده اللي موجوده عندي في الجدول، سواء كان جدول اكسل او جدول في الوورد. انا عندي عمود اسمه التاريخ، وعمود اسمه اليوم، عمود اسمه اسم المدرب، ورقم القاعه، وهكذا. انا هختار الفيلد او رقم العمود او اسم العمود اللي انا هدخله في المكان اللي انا كنت واقفه عليه. انا الاسم يبقى هختار ايه؟ الاسم. جاب لي تحت اهو الاسم وظهرت لي بس لسه ما عملش حاجه. تمام؟ هاجي انا محتاجه ادخل بيان تاني، هقف قدامه كده بالمؤشر. يقف المؤشر قدامه ويظهر، وهضغط برضو insert merge العنوان، واروح برافو، واروح اجيب بقى العمود اختاره من هنا العنوان دخل لي تمام بتاع العنوان. بالظبط. هنا بقى السيد برضو دي ممكن هدخل فيها الاسم، رقم القاعة، هقف قدامها برضو واضغط insert merge field، وادي رقم القاعة، اسم المدرب وانسيرت ميرج فيلد، وادي اسم المدرب يوم، هقف قدامها بمؤشر الفاره. لازم اركز ان انا واقف بمؤشر الفاره قدام المكان اللي انا عايزه ادخل فيه الداتا بتاعتي، وهكتب اليوم او اختار اليوم، هقف الموافق اللي هو التاريخ وانسيرت ميرج فيلد لحد ما كل البيانات بتاعتي اللي انا عايزه ادخلها في الاختيار بتاعي او في الشهاده بتاعتي تظهر معايا. تمام. ممكن بعد كده بقى انا لو عايزه اعمل لها عمليه تنسيق بضغط عليها وببدا ارجع لقائمه هوم واظبط. لو انا مثلا عايزه اغير الخط، هو اوريدي بولد، ذلك ازود مثلا حجم الخط، اغير لونه مثلا اخليه احمر، هبدا اعمل تنسيقات اللي انا عايزاها للشهاده بتاعتي او الاختيار بتاعي. تمام. بعد ما بخلص كل التنسيقات اللي انا عايزه اعملها برجع هنا، شايفين الخانه دي بريفيو ريزلتس، دي بيديني زي عمليه معاينه للنتائج بتاعتي بعد ما يدخلي البيانات هيبقى شكلها عامل ازاي. هضغط عليها، شايفين اهو كتب لي الاسم علي وكتب لي العنوان سوهاج السيد علي، رقع رقم واحد المدرب محمد عبده، يوم السبت 13/7. هو كده اداني شكل الاختيار بتاعي بعد ما ادخله البيانات. من فوق هنا لو عايزه انا اشوف باقي اهو الاسماء الموجوده عندي في الليسته ابدا اتصفحهم واحد واحد، طبعا العدد هيبقى معايا كبير يعني. كده خلاص انا اوكي عملت بريفيو او معاينه للاختيار بتاعي وتمام، هو ده الشكل اللي انا عايزاه. هبدا اروح لعمليه بقى، خلاص هفنش الميرج بتاعي وهقول له يلا بقى اطبع لي الشهادات دي او اعمل لي بيها ايديت. هضغط هنا على السهم اللي موجود جنب فينش اند ميرج الاخر ده،
هيظهر لي في اختيار edit individual document وعندي print. لو انا عايزة على طول اطبع الشهادات بتاعتي او الاختارات او whatever الحاجة اللي انا عاملاها، بضغط print document وعلى طول بيقوم بعملية الطباعة. لا انا عايزة ينزلها لي في ملف word وينزلها لي في document جديد اللي هو تمام. انا خلاص كده، انا قلنا احنا عملنا معاينة، هبدأ قلنا هعمل هنهي الموضوع بتاعي وهقول له يا اما اطبعهم لي يا اما اعمل لي edit عشان يجيبهم لي قدامي في ملف وورد جديد او في دوكمنت جديده. فهقول له edit individual document. هيجي بقى هنا يقول لي انت عايزه تعملي ميرج للريكوردز اللي عندك او الليسته اللي عندك كلها، هضغط all. طيب لا، لو انا عايزه الريكورد اللي عندي بس هضغط الكرنت ريكورد اللي هو اللي انا موجوده فيه. لو انا عايزه من رقم معين، يعني انا مثلا عندي 500 واحد في الليسته عندي، وانا مثلا طبعت قبل كده او اوريدي عملت قبل كده مثلا 400 منهم، فانا محتاجه ال100 الاخرانيين بس، فانا هحدد العدد بتاعي من كذا لكذا، الارقام بتاعتهم اللي موجوده في المسلسل، اقول اعمل لي من رقم كذا لرقم كذا. تمام، انا طبعا هضغط ايه اول واقول له اوكي. شايفين حضراتكم اهو الملف بدا يظهر لي كل الاختيارات بالاسماء الموجوده عندي، محمود ولاء دي اسماء افتراضيه وحاجات محمد. هو بصراحه شيء رائع بصراحه، وبيسهل الشغل كتير جدا 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 جدا. طب احنا بنتكلم في 5 6 بالظبط، لو انت حضرتك عندك اعداد كبيره بتنفع في شهادات المدارس والكنترول، شغل الكنترول والشهادات الطلبه، شهادات المتدربين عندنا في اداره التدريب، الشهادات بالظبط عندكم حضراتكم شهادات المتدربين في الاداره، يعني اللي بيحتاجها بيستخدمها وبيوظفها حسب احتياجه ليها، فهي بتوفر وقت وجهد كبير طبعا. بس هي كده ده من ميرج يعني بمنتهى الاختصار ومنتهى البساطه، فما فيهوش اي صعوبه. رائع بصراحه وميرسي خالص. حد عنده سؤال يا جماعه منكم؟ الله ينور يا مش فاهم. الله يخليك يا جماعه. الله يخليك.